خوتي خواتاتي ها واحد السلام عليكم. كيف انتم؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم بناء على الطلب ديالكم جبنا لكم واحد لابارتمون كاينه في الموقع اللي تباعوا لنا كاع لي زابارتمون اللي جبرناهم هنايا. هاد لابارتمون فين جات؟ في الموقع اللي موصين عليه بزاف ديال الناس. لابارتمون ديال اليوم جات في الكاتريام ايطاج، المساحه ديالها 56 متر، جات في ديار طنجه. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش ديار طنجه فين جات، جات في المجاهدين، يعني قريبه لكم من السونتر فيل. وبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش المجاهدين فين جات، المجاهدين جات قريبه من رون بوينت ريال اطلس، قريبه من برانوس الثانيه، قريبه من مسنانه، قريبه من شارع بوبانه، وقريبه من شارع محمد الخامس. قريبه من هذا الشيء كامل اللي قالت لكم هندا. ودابا يلا نمشيو نكتشفوها، نكتشفوا الفصاله ديالها ونشوفوا كيفاش عامله. وكيف ما قلنا لكم راه فيها 56 متر في الايطاج الرابع، كتباع يا اما بالفراش يا اما خاويه. ويلا نكتشفوها دابا، يلا ما نمشيو فيه. ودابا يلا نكتشفوا لابارتمون ديال اليوم. لابارتمون ديال اليوم كيف ما كتشوفوا مع الدخله، كاين موطع ديال الكونسولا، كاين الكلوار اللي كيدوز بيوت الناس، وعاد كاين الصالون. اختاروا من بعد غنوريكم هاد الفكره اللي عمل هنايا، فكره جديده حتى هي بالحق، ماشي شي جدودي، يعني شفتها في لي زابارتمون اخرين. هنايا كاين صالون ديال لابارتمون اللي تبارك الله كيف ما كتشوفوا داخله الاضاءه وداخله الشميسه. علاش؟ حيت لابارتمون شحال فيها المواجهه؟ دو فاصل، جوج الواجهات اللي داخله لهم الشمس بالمزيان، والواجهات بجوج بهم على الشارع. يعني ماشي واجهه رئيسيه والواجهه الثانيه الفاتيور، لا، هادو بجوج بهم على الشارع. يعني ابارتمون مشمسه نهار كامل، ابارتمون داخلها التهويه، وابارتمون كتبقى ضاويه ليكم حتى السبعه ديال العشيه، وحتى الثمن ديالها جد جد مناسب ومشجع للشراء ديالها. ثمنها نتوما اللي كنتو طالبين ابارتمون تكون قريبه للسونتر فيل بهذا الثمن هذا. الوسعيه ديال الصاله كيف ما وراتكم فاتي هي هذه، ظهر بسدادر والكتاره. بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يشريوها بالفراش، راه فيها هاد الديكورات اللي عاملينهم في الحيط وفي هاد المطار اللي بديتو، هما باقي جدادين ماشي قدامين بزاف. يعني هنا الفراش اللي كتشوفوا راه كامل غادي يبقى وما غادي يتهز منه والو. بالنسبه للناس اللي كيفضلوا الخارج، الناس اللي متبعينا وكيبغيو شي حاجه بفراشها تكون قريبه للسونتر فيل، كتكون شي حاجه غير ديال الصيف. ونزيدكم لابارتمون باقا ما عمرها تعاودت الصبغات، يعني السقوف باقي ما عمرها تعاود، وحتى الصباغه ما عمرها ما تعاود، باقا من الصباغه ديال الشركه. كاين لا كحوله لا غموديه لا والو. وهنايا مع الدخله ديال الباب اختار انه يستغل هذا القنت هذا اللي كاين ديما فوق الباب، ما كنستغلوه شي، اختار انه يعمل هذا البلاكار هذا ديال الخشب، يعمل الباجاج، يعمل الباجاج ديال الصيف اللي ما عنده ما يدير بيك، يعمل يعني الحوايج اللي ما عندهم يعملوا بها كنخشبها. حق فكره مزونه انها كتفضل تستغل المساحه، فكره غزاله باش يستغلوا المساحه. وهنا اختار انه يعمل هنايا واحد البلاكار اللي بامكانكم نتوما يا اما تطلعوه مثلا بلي زيطاجير، لا يمكن انهم يعملوا بترين هنايا، بترين هنايا او بلي زيطاجير ديال الزاج او ديال الخشب المكتوبه. المهم حتى هذه المساحه راه خصها تستغل، وكاين فين وكاين فين عندك الصح. والكونسول خلاص راه ديجا داروا ليها المقطع ديالها، كاين المقطع ديالها مع الباب. وهنا كاين الكلوار اللي كيجمع جوج بيوت النعاس والكوزينه والحمام. ودابا ندخلوا نشوفوا الحمام ديال هذا لابارتمون هذه اللي هو الحمام، تبارك الله عليه الوسعيه ديالو. حمام هذا الدوشا بلافابو مزلج حتى النص، وعاد الحمام يعني جمع كل شيء، حمام واسع، يعني ماشي دوك الحمام اللي كيجيو صغارين. والدوشا من بعد اذا بغيتو تعملوا ليه هذاك الالومنيوم كوليس راه ممكن، باش كيبقى الحمام ليكم ديك ساعتك ديما نقي. وطبعا هو مزلج حتى النص وعنده الطاقه ديال التهويه ديالو، عنده الطاقه ديال التهويه. وهنا كنلقاو البيت النعاس الاولاني اللي هنايا عاملين البيت النعاس ديال لي بارون. هذه هي المساحه ديالو اللي هاز، تبارك الله، هاز الحلاقه، هاز الفراش، هاز الماريو. الماريو في الاغلب الحالات هو اللي كياخذ المساحه ديال البيت، على داك الشيء حنا الاغلبيه ديال الكليون ديالنا والاغلبيه ديال لي زابارتمون جداد كيخسروا انه يكون انتغري في الحيط. داك الشيء اللي كاين عندك الصح.
يعني لا السقوف ولا الصباغه اللي كاينه في الحيط يعني اللي دخلوا عليها نهار الاول اللي صبغوا. وهذا البيت هذا هو اللي كيطلل على الفصاد الثانيه ديال لابارتمون. داك الصح الفصاد الثانيه اللي حتى هي على الشارع. وهنا كنلقاو البيت الثاني والكوزينه. غادي ندخل دابا للكوزينه ديال لابارتمون اللي لوسعيه ديال الكوزينه هي هذه دايره بالبلاكارات من فوق لورنيه ومن تحت لورنيه. وتبارك الله كوزينه حليله وستيت واو يعني هزه كلشي هزه الثلاجه هزه ماكينه ديال التصوين هزه الفران يعني فيها كاع داكشي اللي كتحتاج اي مره. وحتى هي مشمسه وكتطلل على الفصاد الثانيه للناس اللي كتطلل عليها لا شومبر الاولى. عندك الصح عندها جوج ديال الطاقات ماشي وحده. جوج لا كيسحب عليها طاقه وحده. لا جوج ديال الطاقات يعني كوزينه تبقى ديما ليكم مشمسه وديما مهويه يعني درتو غير السلك ديال النشر راه حوايجكم يعني من ماكينه التصوين دغيا النشر. وعاد لابارتمون الايطاج الرابع يعني كتبقى قريبه ليك من السطح ما غاديش تحتاجوا كاع تعملوا دوك السلوكه ديال الطاقه. نفكروا المشاهدين بابرز الهمزات اللي عند افيتو طنجه. مرحبا باقي لنا ديك الفيلا ديال فافلوري اللي كامله برخام. كاينين جوج الفيلات فيلا كامله مجهزه مكموله برخام اللي بغى ما فيه ما يصلح. وكاينين الناس اللي كيعشقوا انهم يصلحوا كيبنيو سيمي فيني تكملوها تعملوا ليها سومي فيني. هي سومي فيني يعني تكملوها وتفينيوها على الذوق ديالكم. راها باقا كاينه في كزنايا الموقع اللي غادي يولي حيوي بزاف. علاش؟ حيت جات المحطه جديده واحد السبيطار جديد اللي تبنى سي اشي يعني موقع اللي عنده مستقبل بزاف 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 وعنده مستقبل يعني تبغيوها تردوها للكرا مرحبا. بغيتوها تسكنوا فيها وتستثمروا فلوسكم فيها وتسكنوا فيها عاود مرحبا. حتى لو بغيتوا تعملوا فيها شي بروجي كلينيك مدرسه ايكو بريفي راه كاين ما يتدار في ديك الجهه هذيك حيت عندها مستقبل عن قارب. بالنسبه للهمزات اللي كاينين من جهه ديال الشقق كاين لابارتمون اللي جات بنيو رياغل ب 34 مليون راه باقا ديسپونبل و 36 فراشها 36 بالفراش. وما نساوش لابارتمون اللي قبل منا ديال 26 مليون. عاود الناس اللي باغيين يفيني وعاود على ذوقهم. هذه فيها 100 متر بني فيها غير بيت واحد وحمام وفيها 100 متر 100 متر ب 26 مليون ما كاينه غير عند افيتو طنجة. حنا دائما كنجيب لكم شقه واجده شقه سمي فيني فيلا واجده فيلا سمي فيني. بلاتي تقولنا لهم الفيلات والشقق باقي الدور مستقله. ما نساوش الدار اللي كتواجد العزيب حاج قدور هذيك باقا كاينه حتى هي اللي فيها الكراجات كبارين وعندها جوج الواجهات اللي بجوج بهم حتى هما على الشارع. وما نساوش طبعا الدار اللي كاينه في مرشان قصر شهريار اللي يلا حطيها مؤخرا اللي مجهز فيني. بغيتو تشوفوا هادشي كامل وتكتشفوا شنو عليهم عليكم غير تواصلوا معنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه وحنا كنلبيو الطلبات ديالكم دائما في اسرع وقت ممكن. سواء تعيطوا لنا ابل عاديه او لا واتساب. واتساب راه ما كنجاوبوش المكالمات كنجاوبو غير ميساجات. قولوا لنا غير الميساج ديالكم في واتساب وحنا غنحاولوا نجاوبكم في اقرب وقت. وحاولوا ما امكن انكم تسهلوا علينا في الواتساب تصردوا لنا غير البيجي ديالكم او لا الريفيرونس ولا اوديو صغير وحنا كنجاوبكم في اسرع وقت ممكن وكنسهلوا على راسنا وعليكم. داكشي حيت الضغط علينا بزاف فانتوما تكونوا يوميا كتلقاو ما بين 1000 حتى 3000 ميساج داخلكم في واتساب فخصنا ضروري نجاوبكم كاملين ونسمعوا لكم كاملين. طبعا حيت العائله كبرات عائله كبرات وان شاء الله دابا تكبروا. اذا كنتي اول مره كتشاهدنا سمحوا لنا طولنا عليكم ما تنساش زر سبسكرايب وابوني ولايك عاونونا بلايك باش تكبر العائله. ودابا يلا نكتشفوا الشومبر الثانيه ديال هذا لابارتمون اللي كيف ما قلنا لكم فين جات هندا جات في ديار طنجة. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش ديار طنجة فين جات جات في الجهة ديال المجاهدين. المجاهدين جات قريبة من رون بوينت ريال أطلس قريبة من شارع بوبانة قريبة من رهرة قريبة من مسنانة وقريبة من شارع محمد الخامس وحتى من برانس الثانية قريبة من هاد الشي كامل اللي قالت لكم هندا. ولا بارتمون كتباع يا إما بالفراش يا إما خاوية بالنسبة للناس اللي يقدروا يبغيوها مفرشة فيها هاد النوع هذا ديال القبس اللي ما عمر لا بارتمون ما عمرها تعاود تقاس في السقوف ديالها. وفيها هاد النوع ثرية بالنسبة للناس اللي غادي يبغيو أنهم يشوها بالفراش. هندا ما لاحظتيش شي حاجة في هاد البيت وأنه فيه بزاف ديال الطاقات وفيه جوج الواجهات. داكشي اللي كاين فيه ربعة ديال الطاقات وجوج ديال الواجهات يعني بيت جا شوكة بيت شوكة غزال ومضوي وصراحة الله مبهج وكتبان لكم طنجة كاملة طليتو من هاد الطيقان طنجة طليتو من هاد الطيقان طنجة يعني بيت اللي غادي تبغيو انكم تجلسوا فيه ودوزوا العشية ديالكم او اللي تغداو هنايا. بيت صراحة الله فكرة رائعة انه دار فيه ربعة ديال الطاقات. وكيف ما ديما كنقولوا لكم لطلباتكم لاعلاناتكم لاستشاراتكم بغيتوا ابارتمون كبر من هذه صغر من هذه شنو اخرى هندا عندكم مشاريع بغيتوا تعملوا لها الاعلانات عندكم منازل مستقله بغيتوا تكريوا بغيتوا تشريوا بغيتوا تبيعوا وحتى الى
بغيتوا تبنيو ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينه في اعلى الشاشه وحنا كنلبيو الطلبات ديالكم دائما في اسرع وقت ممكن. اسرع وقت ممكن ان شاء الله. مشوا معنا خوتي خوتاتي، هذه هي لابارتمون اللي جبنا لكم اليوم اللي كتواجد بديار طنجه. ها هي هند، غتقول لنا فين كتوجد لابارتمون بالضبط؟ لابارتمون ديال اليوم جات في ديار طنجه اللي جات في المجاهدين. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش المجاهدين فين جات، جات قريبه من رونبوان تريال اطلس او شارع مولاي رشيد، قريبه من مسنانه، قريبه من شارع محمد الخامس، وقريبه من برنس الثانيه. قريبه من هذا الشيء كامل اللي قالت لكم هند، فيها 56 متر، جات في الايطاج الرابع، كتباع يا اما بالفراش يا اما خاويه، والثمن ديالها وهذا لابارتمون شنو عليه هما هند؟ ما عليكم غير تعيطوا لنا بالارقام اعلى الشاشه وتعطيونا الريفيرونس ديال هذا لابارتمون وحنا ان شاء الله غادي نجيبو لكم حتى لابارتمون. بغيتوا ابارتمون كبر من هذه صغر، بغيتوا ابارتمون ديالكم تحطوها للبيع او للكرا، مرحبا تواصلوا معنا غير في الارقام اللي كاين اعلى الشاشه، قلنا جميع المعلومات. ما عليك غير تدعي مع الناس. الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتعملوا الدور ديالكم يفتح لكم بيبان رزق ويسهل لكم اللي كتمناو يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.